السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الأول المندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الأولى، مجال عالم الأصدقاء، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث. نبدأ على بركة الله. دائما نجيب عن أسئلة ما قبل القراءة، ثم نقرأ النص ونجيب عن الأسئلة المرافقة له. إذا ألاحظ وأتوقع، أتأمل المشهد وأبين المكان الذي يمثله وما أراه فيه. إذا يمثل لنا المشهد مكتبة مدرسية، ونرى فيه مجموعة من التلاميذ والتلميذات، فتيات وأولاد يطالعون الكتب والقصص. يمثل لنا المشهد مكتبة مدرسية، ونرى فيه مجموعة من التلاميذ فتيات وأولادا يطالعون الكتب والقصص. انطلاقا من المشهد والعنوان، أذكر توقعي لما قد يتحدث عنه النص. إذا عنوان النص الصديق الوفي. إذا انطلاقا من المشهد والعنوان، أتوقع أن يتحدث النص عن الكتاب وفوائده. إذا انطلاقا من المشهد والعنوان، أتوقع أن يتحدث النص عن الكتاب وفوائده. الصديق الوفي. ذهبت ياسمين إلى مكتبة المدرسة في حصة المطالعة الحرة. وقع نظرها على كتاب بعنوان الصديق الوفي. أخذت تتصفح الكتاب. رأتها مريم فاقتربت منها وقالت: هذا الكتاب قرأته وأعجبني كثيرا حديثه عن الصداقة والأصدقاء. يقول هذا الكتاب: إنك لا تستطيع أن تعيش دون صديق وفي يتمنى لك السعادة والهناء، ويدلك على طريق الخير، ويقدم لك النصح، ويحب لك ما يحب لنفسه، تحترمه ويحترمك، ويهب لمساعدتك في وقت الضيق، يزورك إذا مرضت، ويهنئك إذا نجحت، تقضي معه أوقاتا جميلة لا مكان فيها للحسد والخصام، تتعاونان على مراجعة الدروس، أو تتبادلان الحديث الممتع، أو تلعبان وتمرحان أحيانا. عقبت ياسمين: سيكون سعيدا من له صديق بهذه الصفات. أضافت مريم: ويقول الكتاب عن نفسه: أنا صديق وفي، إذا عرفتني جيدا لا تمل صحبتي، فأنا أنيسك في وحدتك، أنقلك من عالم إلى آخر وأنت جالس في مكانك، أنمي عقلك بمعلوماتي، وأسليك بحكاياتي، أزودك في صغرك بما يفيدك في كبرك، لا أزعجك ولا أخاصمك، إذا لازمت صحبتي جعلتك ذا مكانة رفيعة بين أهلك وأقرانك. علقت ياسمين: إذن الصديق ليس إنسانا فقط، ربما يكون الكتاب صديقا أيضا، فأنا فخورة بصداقتك يا مريم، يا عاشقة القراءة، وسأحرص على صداقة الكتاب كذلك. عن لغتنا الجميلة، السنة الثالثة، ناجي عبد الجبار وآخرون، فلسطين، بتصرف. أنجز وأقرأ، أجزئ كل كلمة إلى مقاطع. إذن سنجزئ كل كلمة إلى مقاطع. كتابي، كي تا بي صديق ص دي قن يفيدني يو مقطع في مقطع دو مقطع ني مقطع. أدمج المقاطع لتكوين كلمتين. أسأله. إذا سنقوم إدماج المقاطع لنكون كلمتين. أسأله. يجيبني.
السؤال الموالي، أعوض المقطع الأول في كل كلمة بالمقطع المناسب، جي أو جا. حبال، جبال، حديد، جديد، حمل، جمل، حمار، جمار. إذن حبال، جبال، حمل، جمل، حديد، جديد، حمار، جمار. أقرأ مقاطع. كي تا بي أ ني سي في وحدتي. أقرأ كلمات. إذن كتابي، أنيسي، في وحدتي. ثم نقوم بقراءة الجملة. كتابي، أنيسي، في وحدتي. أنمي معجمي. أختار الشرح المناسب. يدلك، يرشدك أو ينساك. إذن مرادف كلمة يدلك يرشدك. أزعجك، أريحك أو أقلقك. إذا مرادف كلمة أزعجك أقلقك. يهب، يقوم بسرعة أو يبطئ. يهب، يقوم بسرعة. أزودك، أمدك أم أضرك. إذا أزودك أو مدك. أحدد الكلمة الغريبة عن بقية الكلمات. إذن لدينا رفيق، صاحب، عدو، صديق، زميل. إذن لدينا كلمات من نفس شبكة المفردات: رفيق، صاحب، صديق، زميل. والكلمة الدخيلة أو الكلمة الغريبة هي كلمة عدو. أكمل شبكة المفردات لكلمة كتاب: كتاب، حكاية، قصة، صفحة، فهرس، صورة، معلومات. ماذا يعطينا الكتاب؟ يعطينا معلومات. إذن كتاب، حكاية، معلومات، صورة، فهرس، صفحة، قصة. أجيب: ماذا تصفحت ياسمين؟ إذن ماذا تصفحت ياسمين؟ كتابا بعنوان الصديق الوفي. أخذت تتصفح الكتاب. إذن تصفحت ياسمين كتابا تحت عنوان الصديق الوفي. تصفحت ياسمين كتابا تحت عنوان الصديق الوفي. متى يساعد الصديق صديقه؟ إذن نعود دائما للنص. ويهب لمساعدتك في وقت الضيق. إذن يهب أو يساعد الصديق الوفي صديقه وقت الضيق. يساعد الصديق الوفي صديقه وقت الضيق. بما ينمي الكتاب عقلك؟ إذن ينمي الكتاب عقلي بالمعلومات وبما يفيدني في كبري. يسليني الكتاب بالحكايات. إذن ينمي الكتاب عقلي بالمعلومات وبما يفيدني في كبري. بما يسليك؟ يسليني الكتاب بالحكايات. ننتقل لأحلل. أضع علامة أمام المناسب. شخصية النص: ياسمين. الكتاب: مريم المديرة. إذن شخصية النص: ياسمين ومريم. مكان النص:
ساحة المدرسة أم مكتبة المدرسة؟ إذا مكان النص مكتبة المدرسة، زمان النص حصة المطالعة الحرة أو حصة درس القراءة، إذا حصة المطالعة الحرة. سأخرج من الفقرة هي ما يقوم به الصديق الوفي. إذا الصديق الوفي يتمنى السعادة والهناء لصديقه، يدله على طريق الخير، يقدم له نصحة، يحب له ما يحب لنفسه، يحبه بمساعدته وقت الضيق، يزوره إذا مرض، يهنئه إذا نجح، يقضي معه أوقات جميلة لا مكان فيها للحسد والخصام، يتعاون معه على مراجعة الدروس، يبادله الحديث الممتع، يلعب ويمرح معه أحيانا. أنتج أشخص الكتاب وأقول بعد ما قاله عن نفسه. إذا أنا الكتاب، أنا صديقك الوفي، أنا نعم الأنيس، أفتح لك أبواب المعرفة وأمنح لك التسلية بحكاياتي، لا أخاصمك ولا أزعجك، إذا بقيت بقربي علت مكانتك بين أصدقائك وأقرانك. أعيد، أنا الكتاب، أنا صديقك الوفي، أنا نعم الأنيس، أفتح لك أبواب المعرفة وأمنح لك التسلية بحكاياتي، لا أخاصمك ولا أزعجك، إذا بقيت بقربي مكانتك بين أصدقائك وأقرانك. أبدي رأي في الذي لا يطالع الكتب في وقت فراغه. إذا أنصح من لا يطالع الكتب في وقت فراغه أن الكتاب صديق وفي، يزودنا بال ويسلينا بحكايات جميلة وممتعة، نملأ رصيد الإنشائي واللغوي، وينقلنا من مكان إلى آخر ونحن جالسين في مكاننا. والذي لا يطلع الكتب عقله فارغ مثل الإناء، فبالمطالعة نرتقي. إذا أنصح من لا يطالع الكتب في وقت فراغه أن الكتاب صديق وفي، يزودنا بالمعلومات ويسلينا بحكايات جميلة وممتعة، نملأ بها رصيدنا الإنشائي واللغوي، وينقلنا من مكان إلى آخر ونحن جالسين في مكاننا. والذي لا يطالع الكتب عقله فارغ مثل الإناء، فبالمطالعة نرتقي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.